جرحى مدنيون بقصف مدفعي من المعسكر الروسي على مدينة كفر زيتا بريف حما الشمالية. اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام إثر محاولة تقدم للنظام على جبهة كفر مبودة بريف حما الشمالية. مقتل شابين جراء انفجار لغم في الأراضي الزراعية بمحيط مدينة موريك بريف حما الشمالية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعرب عن قلقه إزاء غارات النظام وحلفائه على الشمال السوري ويقول إن الوضع الإنساني في سوريا حرج ولا يمكن قبول أي خيار عسكري. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن استهداف قوات النظام في مطار النيرب العسكري بريف حلب بصواريخ الجراد ردا على قصف المدنيين. مقتل 3 مدنيين جراء استهداف قوات النظام بالصواريخ قرية مرج الزهور بريف إدلب الغربي. مقتل رجل وامرأة وإصابة آخرين بينهم أطفال جراء قصف بالبراميل المتفجرة على بلدة كنصفرة ومزارع بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.